اهلا بكل حضراتكم من جديد. بعيدا بقى عن كره القدم، يعني على مستوى الالعاب الاخرى، احنا عندنا مشاركات في منتهى الاهميه للمنتخبات المصريه، سواء في كاس العالم لكره السله اللي شغاله حاليا، او بطوله افريقيا اللي هتستضيفها مصر الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. واكيد بنتمنى لمصر التوفيق في حسن استضافه يعني فعاليات هذه البطوله. هنتكلم مع حضراتكم في كل هذه البطولات الدوليه، يعني في العاب كتير بنشارك فيها ان شاء الله في الايام القليله والشهور القليله القادمه. خلونا نتكلم عن هذه الملفات كلها مع ضيفنا العزيز اللي منورنا، الاستاذ شادي نبيل الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا استاذ شادي، واهلا بيك. صباح الفل عليك، اخبارك يا شادي؟ كله تمام. خلينا نبدا طبعا بمنتخب مصر لكره السله. الحقيقه فاجئنا امبارح باداء كبير جدا يعني قدام المكسيك، خاصه المكسيك فريق ومنتخب قوي جدا على مستوى كره السله، سكور كمان مش قليل ابدا. خلينا نعرف منك اكتر عن الاداء، شفت ازاي كمان يعني مشاركه ايهاب امين، شايفينه ويمكن رانا ما بيقدرش يستغنى عنه على طوال المباراه، وعايزين نعرف اكتر كمان عن اللي جاي بقى، لان احنا عارفين انه يعني يمكن مشاركه اولمبياد باريس 2024، بس احنا طبعا اكيد مرتبطين بنتائج المنتخبات الاخرى. طيب خلينا بس نبتدي ان الفوز امبارح كان اهميته، اللي احنا ما كانش ينفع نوصل للدور او المرحله الثانيه من البطوله بدون اي فوز. ليه؟ لان كل المنتخبات الافريقيه في الماتش الثاني ليهم حققوا فوز ليهم، الاربع منتخبات الاخرى. اهميتها هنرجع لها لما نيجي نتكلم على التاهل للاولمبيكس. احنا امبارح ده كان اول فوز لينا في البطوله. ده اول فوز لينا في البطوله؟ لا، ده اول فوز لينا من 29 سنه في كاس العالم للباسكت. يعني احنا من 94 اخر مره حققنا فوز على كوبا، ومن ساعتها ما حققناش اي فوز في كؤوس العالم لكره السله. فاهميه الفوز ل العودة بقى مرة تانية، مصر في خلال مشاركاتها في كأس العالم لكرة السلة عملت سبعة، يعني امبارح ده الفوز السابع منهم أربعة في بطولة واحدة سنة 50. انا اسف لقطع استرسالك، بس اللي انت بتقوله ده مشكلة تستحق التوقف امامها وتأملها ومحاولة تحليلها. ازاي كده؟ ما هو ازاي كده ده يأكد لك ان اللي بيحصل دلوقتي هو ده الحل. بمعنى اللي احنا لما جبنا روي رانا احنا تعاقدنا مع مدير فني قوي، بمعنى ان هو هيحطك على الطريق الصحيح، بجانب الطفره اللي حصلت عن طريق النادي الاهلي ونادي الزمالك في البطولات الافريقيه والفوز ببطوله البال، ده بياكد ان احنا ماشيين على الصح، يعني على الطريق الصح. زي ما بنقول السكواد الحالي للمنتخب المصري سكواد يستحق اللي هو يخش بقى. يعني احنا كان الامل او التارجت بتاعنا اللي احنا كنا نكسب مونتينيجرو، المجموعه بتاعتنا ليتوانيا مونتينيجرو والمكسيك. خلينا نتكلم ان ليتوانيا كان صعب جدا، اللي يعني حظنا ما بين حلو ووحش، اللي انت تلعب اقوى منتخب في المباراه الاولى فتمام انت خلصت من الماتش الاولاني الصعب. ماتش مونتينيجرو كان يعني عايز بس شويه حماس تركيز اكتر، لكن ما قدرناش نكسب. ماتش المكسيك هو ده البدايه بقى، لان في ناس يعني طبعا احنا عارفين اللي احنا فيه باتريك يوسف او باتريك جاردن، ده جه لسه منضم للمنتخب حديثا، ماتش عن ماتش بتلاقيه اللي هو داخل جوه المجموعه بتلاقيه اللي هو مستواه بيزيد. بالظبط، الانسجام بيزيد. البوب طبعا ما فيش خلاف عليه، يعني ايهاب امين مع باقي النجوم من الماتش الحقيقه. اصل ايهاب يعني ما ينفعش تقول الإيهاب نجم الماتش، هو لازم يبقى نجم الماتش، لازم يبقى نجم كل الماتشات، لازم يبقى نجم البطولة. إيهاب يعني حاجة مش هنقدر، يعني مش محتاج اللي أنا أتكلم عليه. يعني أنت ممكن تحط إيهاب وتحط أربعة جنبه ويلا بينا نلعب. فخلينا نتكلم إن إيهاب ده الطبيعي بتاعه. الفوز ده أهميته برضو اللي إحنا لما هنطلع المرحلة الثانية فمعانا نقطتين، فالمنتخبات الأفريقية اللي لسه هتلعب النهاردة اقوى ماتش ليها في المجموعه هتلعبه النهارده، فبالتالي هيبقى في توازن بقى في المجموعه او في الدور اللي جاي. الدور اللي جاي خلاص احنا اتحقق منتخب، يعني اتحدد اللي احنا هنلعب مع الاردن ومستنيين الخاسر من اليونان او نيوزيلندا، وبنسبه كبيره هيبقى نيوزيلندا. مباراه بقى اهميتها ان نرجع تاني بقى ان المنتخب الافريقي الاحسن ترتيبا في كاس العالم هو اللي هيضمن بضاعه التاهل مباشره ليه باريس 2024. بمعنى احنا كده خلاص ما فيش اي منتخب افريقي هيستطيع، يعني بنتائج حتى النهارده اللي هتحصل، اللي هو يخش يلعب من الاول لل 16. كل المنتخبات الخمس منتخبات الافريقيه سواء مصر، انجولا، جنوب السودان اللي عملت في اول مشاركه ليها فوز، وكوت ديفوار وكاب فيردي، الخمس منتخبات هيلعبوا من 17 ل 32.
مين بقى اللي هيطلع ترتيبه الاحسن هو ده اللي هيتاهل مباشره لباريس. طب انت في رايك مع المتابعه والاداء للمنتخبات شايف مين الاقرب ان هو ممكن يوصل للنهائيات وفرصته تبقى اكبر ان هو يتاهل لاولمبياد باريس 2024 ومين ممكن ياخد اللقب؟ يعني فكره المتابعه فكره الفرق عموما المشاركه في البطوله شايف مين ممكن يكون اقرب؟ بصي المفاجاه الاولى في البطوله كانت خروج فرنسا. فرنسا صاحبه برونزيتين اخر 2 كاس عالم وفضية في طوكيو، خروجها بالهزيمة من كندا واحد من أقوى المنتخبات اللي مفاجأة في البطولة بالنتائج بالسكواد اللي معاها تلعب يعني ماتشات كويس لكن حققت النتائج. فرنسا خسفت من كندا ومن لاتفيا. المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة طبعا منتخب أمريكا دائما وأبدا، حتى لو هو ما بيبقاش معاه النجوم بتوع الام بي اي كلاس اي قوي يعني او المنتخب في السكواد بتاعه ده الحالي او قائمه المشاركه معاه 4 لاعبين بس من اللي لعبوا ماتش اللي هو اول ستارز اللي هو بيبقى الماتش التوب يعني في امريكا. منتخب اسبانيا حامل اللقب، منتخب امريكا اخر بطوله كان واخد سادس او سابع، فبالتالي يعني داخل بقوه جدا للعوده مره اخرى لمنصات التتويج. المنتخب الاسباني، منتخب طبعا كندا من المرشحين بقوه، منتخب ليتوانيا ممكن يبقى من الناس اللي عامله قلق للفرق الثانيه. لو بنتكلم بقى على المنتخبات الافريقيه بس انا عايز اوضح حاجه، اللي احنا مجموع يعني حصل حاجه مش لذيذه شويه، اللي احنا في منتخبين من افريقيا جنوب السودان وانجولا هيلعبوا بعض. فبالتالي في حد فيهم هيكسب، ما فيش تعادل في الباسكت، فبالتالي هيبقى عنده ادفانتج اعلى اللي هو كده حقق فوز خلاص اي منتخب افريقي. فعشان كده ده هيبقى خطر زي جرس انذار لمنتخب مصر اللي احنا ان شاء الله يصعب علينا المهمه بالظبط. غريب قوي ان امريكا تبقى في المركز السادس او السابع عموما لما بنتكلم على امريكا وعلى الباسكت بول، غريبه قوي ان احنا بنقول كده. ما يعني هقول لحضرتك ليه، لان مش كل النجوم السوبر ستارز بتوع الام بي اي بيلعبوا مع المنتخب، دايما بيفضلوا ان هم يبقوا مع بس امريكا امريكا بالذات ده انت لو مشيت في الشوارع كده وجبت شويه عناصر بشكل عشوائي هتعمل منتخب زي الفل. طبعا ما عشان كده ده في ثقافتهم وفي دمهم يعني. عشان كده بقول لك ان دايما مش بالاسم يعني بالمجهود، زي ما بقول لك المره السنه يعني البطوله اللي فاتت فرنسا قدرت ان هي تكسب امريكا، كندا كسبت اهو. طب خلينا فينا احنا وفي منتخبنا وفي المشكله الكبيره بتاعه ان احنا بتقول ده اول فوز من كام 20 سنه ولا من كام 30 سنه، فدي مشكله، واعتقد المشكله دي تستحق القيام بثوره تصحيح ان انجاز التعبير. وهنقول ان اول تنديعه فيها في ثوره التصحيح دي هي المستجدات اللي حصلت مؤخرا والتعاقد مع الاسماء اللي تم التعاقد معاها والفوز بتاع امبارح مجازا، هنقول ان هو ايه اول الغيث زي ما بيتقال. بقيت عناصر بقى ثوره التصحيح المظبوطه المطلوبه ايه؟ طب الاول حاجه انت لازم تعمل دوري قوي. الدوري المصري لكرة السلة من الدوريات القوية المنتظمة، بنتكلم على الصعيد العربي والصعيد الافريقي بوجود اهلي، زمالك، اتحاد حقيقة قوي جدا، الفرق اغلبها قوية وتحديدا في الاخر كمان يا شادي الموضوع بيزيد وبيعلى وكل مستويات الفرق بقت متقاربة وبقى في مفاجآت في النتائج كمان زي ما احنا شفنا خلال الموسم اللي فات. دي حاجه. الحاجه الثانيه كواليتي المحترفين، زي ما احنا عارفين الاتحاد المصري بيحدد لكل نادي محترف خلال الموسم، كواليتي اللعيبه المحترفه ابتدى يعلى فبالتالي بيشد معاه مستوى بقيه اللاعبين. الحاجه الثالثه عدد اللاعبين اللي في الدوري الامريكي للجامعات وللدوري بتاع جي ليج ابتدى يزيد، فبالتالي بقى عندك طفره الانديه ما بقتش يعني ايه تستحوذ على اللاعبين، بقوا بيطلعوهم يسافروا بره ويحتكوا اكتر. معسكرات الام بي اي اكاديمي اللي بتتعمل في مصر وكل الكامبس دي، فابتدت الناشئين عايزين يوصلوا للمرحله دي. فلا الاتحاد المنتخبات الناشئين سواء 19 و17 تواجدهم الدائم على منصات التتويج في البطولات الافريقيه ومشاركتهم في كؤوس العالم للاعمار السنيه دي بيخلي المستوى يرتفع. فبالتالي لا اتحاد كره السله من الاتحادات اللي ماشيه على الطريق الصحيح، بس مش هتبقى بين يوم وليله. يعني احنا ستيب 1 كنا اللي احنا نوصل كاس عالم لان احنا ما وصلناش في 2019. طيب فيس 2 اللي احنا نوصل اولمبيكس، لان احنا ما لعبناش اولمبيكس من 88 من سيول 88. فبالتالي هي بتبقى فيسز. لو كانت الطفره حصلت باللي انت تكسب ماتش مونتينيجرو وتوصل الدور الثمن النهائي كانت هتبقى دي نجاحات كويسه. هم ماشيين على الطريق الصحيح، نتمنى
عدم التفريط بسهولة في المدير الفني ده. المدير الفني ده حاجة كويسة جدا وكواليتي ما دخلش مصر قبل طبعا أوجست بوش، ما دخلش مصر من فترات كبيرة، يعني الاثنين عاملين حالة فنية إبداعية، سواء أوجست بوش مع النادي الأهلي أو روي على منتخب أو على مستوى المنتخب. خلينا نروح للكرة الطائرة، البطولات الإفريقية. يعني مصر إن شاء الله المفروض الأسبوع الجاي هتستضيف بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، صح كده؟ وبعدين احنا بقالنا فترة دايما حتى في 10 صبح بالأهلي بنتكلم عن حسن استضافة مصر وتنظيمها لفعاليات مباريات البطولات الرياضية في رياضات مختلفة في آخر 3-4 سنين بصفة خاصة، في حالة استثنائية. أكيد ساعد على ده برضو البنية التحتية الرياضية اللي تم تطويرها بشكل محترم في الفترة الأخيرة. حاجات كتيرة الحقيقة نتج عنها إن مصر بقى بيتقال اسمها كمكان بتقام فيه فعاليات أكبر وأهم وأشهر البطولات الرياضية حول العالم. توقعاتك إيه للبطولة اللي جاية دي إن شاء الله؟ طيب خلينا، شفت كل الكلام الكويس اللي احنا كنا بنتكلمه على اتحاد كرة السلة، في تعليقات سلبية كتيرة جدا على اتحاد كرة الطائرة بصراحة في الجزء الفني. الجزء التنظيمي ما عندناش خلاف، في مصر أي بطولة بتسند ليها ده بيبقى مش تكليف على قد ما هو تقدير من الاتحاد القارية والدولية لقدرة مصر على تنظيم البطولات. خلاص بقى الموضوع بيتعمل بسهولة جدا، يعني الأول كنت أصلا عشان تجيب مثلا فولنتيرز وعشان تجيب أورجنايزرز وعشان تجيب ناس تقدر تنظم لك البطولة، احنا كان عندنا أوقات معينة مشاكل في الأشرز اللي بيقعدوا الناس في أماكنهم بالظبط. طبعا لا، دلوقتي الموضوع بقى ما فيهوش أي شك عند أي حد، شاركت وغطيت بطولات عالم وكؤوس عالم كتير هنا في مصر، ما تختلفش كتير عن اي حاجه بتتعمل بره، بل بالعكس الفيدباك اللي بيجي من الناس بطولات هايله. ده فعلا الجزء التنظيمي ده ما عندناش مشكله فيه خالص. هنتكلم على الجزء الفني، حاله قلق يعني كانت مثلا لحد قبل امبارح 70-30، مطمن 70 وقلقان 30، بقت 50-50 بعد مباراة ليبيا. بعد ماتش ليبيا طبعا، يعني انت المفروض خلاص انت هتلعب ماتش ليبيا المغرب النهارده المغرب بالظبط، تلعب بقى خلاص البطوله. فالبطوله برضو انت خسران بطوله افريقيا اخر ثلاث نسخ في على صعيد رجال كره الطايره، كنت المنافسه دايما انت تونس، فابتدت تخش الكاميرون، ابتدت تخش الجزائر، ابتدت تخش ليبيا والمغرب. فبالتالي انت دائما وقت اختيار القائمة لأي بطولة بيحصل قيل وقال، يعني في مدير فني هولندي قبل البحر المتوسط مشي بسبب حاجات معينة، تدخلات في اختيار اللاعبين، المدير الفني الإيطالي الحالي فلافيو. فالطبيعي الطبيعي ان انت طالما اخترت القائمة فانت المسؤول عنها، انا ماليش علاقة، انا بعمل ستريس عليك عشان تاخد اسم او مش اسم، فانت خلاص انت شايل الليله بالقائمه دي. ماتش امبارح لا يقل، انت خسران من ليبيا 3. الاستعداد بالوديات عامه يا شادي اكيد مهم، شفنا امبارح ليبيا، النهارده عندنا المغرب. طبعا امبارح زي ما انت قلت ماتش مش احسن حاجه على المستوى الفني، يمكن الاستعداد النهارده هيختلف. اكيد امبارح كان في وقفه، اكيد امبارح كان في كلام عن فكره المستوى، عن فكره الاداء، عن كل حاجه. النهارده قدام المغرب تتوقع انه الاداء ده ينعكس، او فكره ان هو يعني امبارح كنا مش احسن حاجه، النهارده نظهر بشكل مختلف عن مباراة ليبيا؟ بس يا بريم انت طبعا حد اوير جدا بالشغل الرياضي والاستعدادات وغطيتي احداث كتير، صح؟ دايما بتيجي تجرب في كل المعسكرات البعيده، عايز تجرب خطه، عايز تجرب لاعب، لكن لما تيجي قبليها خلاص ده يعني انت بتحط الفريم الاخير، فانت لو ده الفريم الاخير زي امبارح فلا ده كده صعب جدا. صعب جدا. هو ممكن يكون بيجرب حاجه، ممكن يكون عايز يتشيك حاجه معينه، لكن لو استمرينا كده ده مش هيكون طبعاً احسن حاجه. طبعا طبعا، خاصه المنتخب التونسي زي ما بقول لك، المنتخب التونسي بيأمل اللي هو بيبقى الفوز باللقب الرابع على التوالي، ده هيبقى حاجه مش كويسه جدا لكره الطايره المصريه، لان انت دايما لما بيحصل ابتعاد عن منصات التتويج الافريقيه لازم تيجي واحده تضرب عشان تبتدي تفوق تاني، فلو فضلت خساره تانيه زي ما حصل في السله، يمكن انت بتتكلم زي ما حصل في السله بالظبط، غياب كده سنين طويله، وبعد كده امبارح كسبنا قدام المكسيك، فدي يمكن هي كانت الفوقه اللي ممكن نكمل عليها. ما كانش حد عنده شك خلال تصفيات كاس العالم لكره السله المنتخب هيوصل ولا لا. الشك ابتدى يضيع بقى خالص لما كسبت تونس في تونس، انت كسبت بطل افريقيا على ارضه فاول مره بتحصل، فانت لا ده انت كده ماشي صح. لما هنا تخسر
احنا خسرنا 2017 بطوله افريقيا من تونس على ارض مصر وخسرنا لقبين بعديها، وده هيبقى الرابع على ارض مصر، هيبقى فيها صعوبه جدا. الكيرف هيبقى محتاج طفره بقى، مش طفره عارفه انت تشيل وتبتدي طبعا من اول وجديد. طب احنا الى اي درجه ممكن نعتمد على او نعول على انت عارف طبعا فكره ان انت ما بتيجي تلعب اي ماتش او اي بطوله وانت بتلعبها بره غير وانت بتلعبها على ارضك ووسط جماهيرك الى اخره، الى اي درجه ممكن نعول على الجماهير ان هي يبقى لها قول ويبقى لها مفعول السحر بحيث ان هي توزن شويه الدروبات اللي عندنا في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه؟ طيب تمام، هو الجمهور بيبقى عامل مهم جدا جدا في الماتشات اللي هي خاصه بتاعه شمال افريقيا. بس اي جمهور، الجمهور اللي بيشجع مش اولياء الامور واللاعبين الصغيرين واللي هم عائلات اللاعبين، الجمهور اللي بيشجع فعلا بتبقى حاضره بقوه ولا مش قوي؟ مفيش في كره الطايره. ما هو بص انت ما ينفعش تبقى قافل على الجمهور طول السيزون في ماتشات الدوري وكاس والكلام ده ويبقى يحس ان الموضوع صعب ويلا بقى تعالى ايه ساندني في ماتشات المنتخب. خلينا لوجيك، انا يعني لو انا واحد من جمهور لا انت يعني يعني ببساطه سهل لي الدنيا وانا بشجع ناديه عشان الوقت لما تحتاجني مع المنتخب هتلاقيني. طب وليه قائمين على الملف ده ما فطنوش للتفصيله دي من قبل بكتير ما يعني تنطلق فعاليات البطوله؟ في كل الاتحادات، الاتحاد الوحيد اللي شويه عمل كده اتحاد الباسكت، كان بيدخل لاعبين طبعا بعد موضوع ماتش السوبر والله يرحمه اسلام مشجع الاتحاد فالدنيا قفلت شويه. بس هي دي مش غلطه الجمهور، عشان نكون صراحه مش غلطه الجمهور، غلطه تنظيميه. لكن انت دلوقتي يعني الامن وافق على حضور 1000 متفرج في ماتشات بطوله افريقيا للكره الطائره، الحجز عن طريق شركه منظمه او عن طريق سيكونس معين. طيب ما هي نفس الايشو، يعني هي نفس الايشو. طيب شكل السكواد عامه يا شادي وشكل الفرقه شايفها ازاي؟ اهم العناصر محتاجين نعرف منك. احنا عارفين طبعا ان في رباعي اهلاوي انضم على راسهم اكيد احمد صلاح خبره كبيره، عبد الرحمن سعودي، في لاعبين كمان. شايف ازاي السكواد عامه؟ شايف ازاي شكل الفرقه؟ ممكن نقدم ايه؟ اي نعمل وديتين اظهروا اداء يمكن مش كلنا راضيين عنه، ولكن ممكن الفرقه ازاي تقدم الفتره اللي جايه والعناصر اللي ممكن يعتمد عليها المدير الفني لمنتخب مصر علشان يعني يحسن من الاداء. طيب بصي دلوقتي عوده احمد صلاح، انت عارفه ان احمد صلاح غاب لفتره كده دوليا وعاد مره ثانيه. عوده صلاح دي حاجه يعني بتزيد جدا من قيمة المنتخب المصري. وجود صلاح في الملعب بيعمل حالة من الرعب للمنافسين. لكن غياب واحد من أحسن المعدين من وجهة نظري الشاب ياسين علامة استفهام كبيرة جدا. في علامات استفهام على القائمة، خلاص القائمة اتحددت، فاحنا ال 14 لاعب دولت هم اللي لازم نبقى سبورت ليهم. أتمنى سعودي يكون في مستواه، اتمنى عصران وباقي القايمه كلهم وباقي اللاعبين. زي ما بنتكلم على صلاح خلينا نتكلم برضه على كويبنت رضا هيكل، لان للمنتخب الاثنين من العناصر القويه طبعاً جدا اللي نتمنى اللي هم في تركيزهم. طبعا غياب عبد الله عبد السلام بسبب رغبته في الاعتزال الدولي والتركيز اكتر مع النادي الاهلي هتبقى برضه خبره عبد الله في المواقف، لان مع احمد صلاح تحديدا وجودهم مع بعض طبعًا بيدي فعلا زي ما انت بتقول يمكن بيبقى قلق للمنافسين ويدي اريحيه للجهاز الفني الخاص بمنتخب مصر. عايز اقول لك يا مريم ان انت بعض الاوقات والكريم طبعا بيبقى الضغط النفسي على المنافس بحاجات جوه الملعب ما يحسهاش غير اللعيبه بتفرق. يعني الجمهور مع لعيب يعمل ستريس بطريقه معينه بيغير، ممكن يعني احسن ضريب في المنتخب اللي قصادك ممكن يطلع اوت اوف مود خالص. كان الود وده نبقى معتمدين اكتر على المستوى الفني للفريق او للمنتخب من دول بدل ما نعتمد على اي حاجات زي ما كنت بقول لك من شويه، الى اي درجه ممكن نعول على الجماهير وان يبقى لهم مفعول السحر. طيب احنا طبعا اكيد بنهتم بشكل استثنائي على مستوى كل البطولات المؤهله للدورات الاولمبيه، وده كان واضح الفتره الاخيره. احنا حتى هذه اللحظه لغايه دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض، في كام لاعب ولاعيبه من مصر تاهلوا لدوره باريس للالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله من الرياضات المختلفه؟ طيب ناخدهم بالترتيب كده. اول حد، اول لاعب مصري تاهل لباريس كان عزمي محلبه الرميه. اوكي. تاني حد كان مهند شعبان، وبعد كده رمضان في السباحه هيلعب سباقين، هيلعب 800 متر و1500 متر.
منتخب كرة القدم طبعا اتأهل لأولمبياد باريس، والسباحة التوقيعية منتخب السباحة التوقيعية يعتبر اتأهل بمقعدين الجماعي والزوجي. هم دولت حاليا هم اللي ضمنوا التأهل أو تمثيل مصر في أولمبياد باريس. إن شاء الله ممكن يبقى لهم إضافات طبعاً الفترة طبعاً اللي جاية. طبعاً طبعاً، لسه بقى مصارعة ورفع أثقال وسلاح والألعاب الجماعية وتنس الطاولة. وتعتقد ممكن بقى كل يعني الوفد المصري المشارك في النسخة دي من الدورات الأولمبية في باريس 2024، فكرك هيرجعوا لنا عاملين إزاي؟ نقول مثلا الخاطر. كم ميداليه كده يعني، عارف اللي هو حاجه كده نستفتح بيها الموضوع. طيب بصي، يعني طبعا اي حد متعلق او بيتابع الرياضات الاخرى نفسه نوصل 10 او 12 او 15 ميداليه زي باقي الدول يعني. لكن خلينا نتكلم في الوضع الحالي، لو اتكلمنا من 5 لـ7 فده هيبقى كويس جدا. يعني من 5 لـ7 ميداليات. الخمسه او السبعه دول ممكن يجوا غالبا من انهي رياضات؟ اعول جدا فرديه يعني ولا جماعيه كده يعني اوبشن كده رفع الاثقال طبعا. اتوقع ان شاء الله ساره سمير ونعمه السعيد طول الوقت بيحاول حقيقه ارقام كبيره طبعاً جدا طبعا وابو كحله. المصارعه اتمنى كيشو سمر حمزه ممكن محمد مصطفى، فزياد السيسي من العناصر ممكن تكون يعني المطمئنه شويه، خاصه اللي هو زياده السيزون ده ما شاء الله الله اكبر الدنيا ماشيه معاه كويس جدا، في سواء بحر المتوسط بطوله افريقيا كاس عالم بطولات عالم كويس، ده مؤشر كويس للي جاي ان شاء الله. طبعا طبعا. طب الاتحادات يا شادي او المنتخبات اللي ممكن نراهن عليها في البطوله او في التاهل يعني؟ خماسي طبعا. خماسي طبعا، خماسي الخماسي والسلاح يعني ان شاء الله، يعني اتوقع ان شاء الله الخماسي ان شاء الله يعني لو ما كانتش اتنين يبقوا واحده ميداليتين، لان في طبعا زي ما احنا عارفين اول ميداليه في تاريخ مصر في الخماسي الحديث كانت عن طريق احمد الجندي في نجم صاعد وبقوه طبعا مهند شعبان او مهند طارق، برضه 2023 دي يعني التوب فورم او التوب بيك بتاعه، لسه حاصل على برونزيه بطوله العالم، وخلال السيزون كله ده كان اول لعيب يضمن تاهله في رياضه الخماسي الحديث لباريس، فاتوقع ان شاء الله الخماسي هتعمل حاجه كويسه. الالعاب الجماعيه طبعا يعني خلينا كده نكون صراحه هتبقى كره اليد هي المرشح الاول يعني فيها الامل يعني. ان شاء الله يعني. انت لو بصيت لمنظومه الرياضه المصريه ككل من بعيد كده، شايف الصوره عامله ازاي؟ هل نقدر نقول ان في الفتره الاخيره الى حد ما بشكل مجازي طبعا اترمت ميه طوبه يعني طوبه في الميه الراكده، فابتدت الامور تتحرك شويه وابتدينا نسمع ان في اسماء لمصريين في رياضات مختلفه محققين انجازات عالميه، ولا برضو اللي حاصل مش كفايه؟ لا خلينا صراحه، لا الدنيا ماشيه يعني، وفي تطور وفي بلان وفي اتحادات شغاله وفي وزاره بتدعم وفي مشروع اتحادات شغاله، بس اغلبها بيعاني من نقص الموارد والامكانيات، وده بالتالي بيبقى له انعكاسات سلبيه جدا على حتى مشاركه لعيبته والسفر، مجرد السفر في بعض الاحيان ده عائق عند اتحادات. احنا طول الوقت بنطرح القضيه دي يا شادي، فكره ان اللعيبه بتشتكي من عدم دعم الاتحادات او فكره التقصير او عدم توفر يعني كل السبل اللي بالنسبه لهم علشان يحققوا نتائج اكتر او يحققوا نتائج اكبر، ده طول الوقت احنا بنسمعه من اللاعبين دايما يقول لك الاتحاد عندنا مقصر في يعني في حاجه معينه، فده حله ايه؟ وده بقاله سنين ودايما اللعيبه احنا بنشوفهم بيشتكوا نفس الشكوى. انت عندك في بعض الاحيان الناس اللي بيلعبوا بالذات الرياضات اللي هي بتستدعي تغذيه مختلفه، مصارعه بقى رفع اثقال كمال اجسام حاجات زي كده، لسه امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده، مشكله يا مريم في حتى في ان هم يكفوا الاكل الوجبات والاكل لوحده مشكله عندنا سبلمنتس كلها فعلا. طيب اسالكم سؤال كده رايح جاي، نفس الاتحادات هي اللي عندها نفس المشاكل في الاخر، هتلاقي نفس الاتحادات هي المشكله مش في طب ايه حلها بقى الحكايه؟ المشكله هنا لازم نغير ده. الاتحادات اللي نجحت غيرت ده، غيرت المنتاليتي، غيرت اسلوب التعامل، غيرت في الفكر. النجاح اللي بيوصل ليه اي لاعب هو للمنظومه. طيب ليه يا شادي الاتحادات اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي نفسها ماشيه بنفس البروتوكول ونفس النظام اللي بيؤدي لشكوى اللاعبين منهم ما بيستفيدوش من الاتحادات اللي انت بتتكلم عنها ان هي حققت نجاحات وحطت وضع وحطت رولز علشان تمشي عليها، وبالتالي لما عملت ده
قدرت ان هي تنجح فعلا، وقدر ان اللاعبين كمان يتكلموا عن الاتحادات دي قد ايه هم واقفين في ظهرهم، ليه التجارب دي الاتحادات الاخرى مش بتستفيد بيها او مش بتعمل زيها؟ بصي هقول لك برضه على حاجه، دائما وابدا الشخص اللي بيثق في امكانياته وفي قدرته اللي انا موجود في المكان ده بضيف للمكان مش المكان اللي بيضيف لي، ده عمري ما هغير من نجاح حد سواء لاعب او مدرب او اللي انا ابص على تجربه الاتحاد. لكن الشخص دايما اللي بيجي وحاسس ان انا جيت بقى عن طريق جمعيه عموميه بطريقه معينه فبينفذ تعليمات او بينفذ اجنده او مش عايز اللعيب ده اللي عنده 22 سنه، يعني مثلا كمثال لو انا كنت لاعب في لعبه معينه وكارير بتاعي كله ما فيهوش حتى بطوله افريقيا ويجي ولد عنده 22 سنه يكسب اولمبيكس، فانت كده هتحط عليه؟ لا، ده هو كده عمل لك السكسين اللي انت طبعا اصلا حياتك كلها شغال عشان يعني اتقال ميداليه اولمبيه للعبه كذا في فتره عهد كذا، هي بتتقال كده طبعا، يعني هي بتتقال كده بالظبط. فهي لازم الاتحادات كل الاتحادات الناجحه شغاله برايفت، بمعنى شغل اكنه قطاع خاص. كل الاتحادات اللي عندها ايشو شغاله قطاع عام. لو عايزين نسمي اتحادات ممكن يحتذى بها يا شادي في فكره ان هم يمشوا على نفس النظم اللي يعني سملنا كده اتحادات بالترتيب. بص يا كريم، حضرت معاك كذا حلقه، هو الرول موديل لاي اتحاد عايز ينجح خماسي حديث، خماسي الحقيقه سلاح. تمام، ليه؟ البوينت اللي كان كريم بيتكلم عليها الدعم او زي ما بيقولوا السبونسرشيب، دولت اتحادات نجحت عملت بلان فبالتالي جابت ميداليات فبالتالي بقى معاها برودكت تقدر تعمل له ماركتنج فبالتالي جابت سبونسرز، فخلاص الطريق ماشي. المهندس شريف العبيان بعد نتائج بطوله العالم اللي هي كانت في بريطانيا قال احنا دي مش وصلنا لها كده، احنا بنخطط بقى لنا 10 سنين عشان نوصل للمرحله دي، عشان لما يجي جدول ميداليات البطوله مصر رقم واحد بخمس ميداليات، تحتيها بقى بريطانيا، تحتيها مش عارف باقي الدول بقى المجر ايطاليا. فهي بتبقى كده، هي بتبقى وبعدين في حاجات بتبقى يعني زي ما بيقولوا عليها ايه شورت تيرم ولونج تيرم، فانت لازم تحدد انت عايز ايه. يعني في بطوله افريقيا جايه، لا دي خلاص شورت تيرم يعني انا بجهز يلا، لكن لما جهز لباريس اجهز لوس انجلوس فدي محتاجه حاجات طويله. السلاح كذلك، يعني السلاح برضو الشغل، شوفي اي بطوله سلاح على جميع الاعمار السنيه لازم تلاقي مصر على البوديوم، فدي نماذج لازم تطورنا تاني قريب، لان الملف ده مليان تفاصيل كتيره تستحق ان احنا يعني نتكلم فيها، واحنا للاسف وقتنا في الفقره دي انتهى. يا دوب نلحق نشكرك، نورتنا يا شادي، نورتنا الحقيقه وافدتنا يعني افاده كبيره على كل مستويات الالعاب الاخرى، وان شاء الله بنتمنى التوفيق لكل منتخباتنا سواء بقى يعني السله او الطايره خلال الفتره المقبله في مختلف البطولات. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا الحواريه.